ولي العهد يدشن معارض الفلاحة بمكناس ويزور مختلف أقطابه. دشن الأمير الجليل المولى حسن النسخة 16 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس زوال اليوم الاثنين. وزار الأمير المولى الحسن مختلف أقطاب المعرض الدولي للفلاحة سيام مكناس تحت تصفيقات العارضين والحضور المهني. وحرص الأمير مولاي الحسن كما جرت العادة على مبادلة التحية لكافة المهنيين بفضاءات المعرض. وقد كان صاحب السمو الأمير مولاي الحسن مرفوقا بوفد رسمي كان من ضمنه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ورئيس جمعية المعرض والمندوب بالنيابة.